patient واصل لفين. My case is titled as diagnosis not always a challenge. This is a 17 years old female. She is the elder sister of two girls presented due to being the shortest among her peers with delayed puberty. عملنا لها examination بتاعها وخدنا الفول هيستوري بتاعها وزي ما احنا شايفين ان البيشنت اصلا generally is phenotypically قريبه للتيرنر. She is short, extremely short. الهايت بتاعها اقل من minus 3 standard deviation وفيها شويه features من التيرنر زي الدكتوره غاده كانت قالتها. ما فيش اي حاجه تانية فيها. بعد كده الحاجه النكست ستيب بعد كده بتاعتنا هنعمل ايه؟ هنعمل لاب. اللاب بتاعنا طبعا اول حاجه هعمل سب كاريوتايبنج، then هعمل بريليمينري لاب اللي هو هعمل ال اتش والاف اس اتش واشوف الاسترادايول علشان زي ما احنا شايفين هاي ال اتش اف اس اتش ولو استرادايول اتس هايبر جونادوتروفيك هايبوجوناديزم. عملت معاها لاب تاني لان انا كنت متوقعه انها تيرنر وزي ما احنا شايفين بقيه اللاب كله نورمال. What's next؟ الكاريوتايبنج. الكاريوتايبنج زي ما احنا عارفين ان هو بياخد حوالي 3 اسابيع قبل ما بيجي لنا، فعشان كده لازم ان انا اكد على اللاب بتاعي اللي هو اللي طلع لي السلايد اللي فات هي هايبرجونادوتروفيك هايبوجوناديزم. الكاريوتايبنج لما طلع طلع ان هو 40X تيرنر سيندروم. اللاب لما طلع طلع الكاريوتايبنج بيعملوا السيل نمبرنج الكاريوتايبنج بتاعه 25 سيلز. Is that enough؟ ايه رايكم ده enough ان انا اعمل 25؟ ايه عايز اقول بقى تعملي كاريوتايب بالظبط كده. وده فعلا الكلينيكال براكتس جايد لاينز، يعني يا ريت كلنا يعني نستيت دي وننزلها عندنا لان هي متكلمه على التيرنر بطريقه جميله جدا. الكلينيكال براكتس جايد لاينز قالت ايه؟ قالت ان 20 سيل كاريوتايبنج ده اللي هو ريكومندد، لكن لو انا شاكه في اي موسايسيز اي شود دو مور كاريوتايب اللي هي السيل كاونت يكون اكتر من كده، او لو انا شاكه ان في فيرلايزنج سيمتومز المفروض ان انا اعمل واي كروموزوم زي مثلا بالفيش تكنيك الاس واي اس ار واي جين. وليه انا ببقى لما ببقى قلقانه بالفيرلايزيشن ده؟ علشان خاطر ان انا باخد ديسيجن بعد كده ان انا هعمل جونادكتومي ولا مش هعمل جونادكتومي. تمام. واتس نيكست؟ خلاص هي حاله تيرنر واحنا خلاص قلنا انها تيرنر، ايه المشكله بعد كده؟ التشالنجز تايب. اكشوالي التيرنر احنا عندنا كذا مشكله قدامنا، عندنا الجروس والبيبرتي بتاعته. هي البنت ما فيهاش بيبرتي والمفروض ان انا اعمل اندكشن. في بيبقى معاهم مشاكل كارديو فاسكولار اند اذر كوموربيد كونديشنز از ويل از سايكوسوشيال ديس اوردرز، اند بيجي بعد كده ان مايند الفيرتيليتي والبريجنسي انا هعمل فيهم ايه. اول حاجه اول تشالنج تو تشالنجز بنحطهم دايما مع بعض اللي هو الجروس اند بيبرتي. البيشنت بتاعتنا شي از ليس ذان 3 ستاندرد ديفيشن 3 ستاندرد ديفيشن وذ بون ايج 13 ييرز. هنعمل ايه؟ احنا عندنا دلوقتي حاجتين احنا بنفكر فيهم، المفروض ان انا عايز احسن الهايت هدي جروس هرمون، في نفس الوقت المفروض ان انا اعمل اندكشن للبيبرتي شي 17 ييرز اولد. زي ما احنا شايفين هنا ان احنا عندنا البنت على الكيرفز العاديه خالص انها ماينس اقل من ماينس 3 ستاندرد ديفيشن، لكن لما بتتحط على التيرنر كيرفز هي تحت الايه يعني اراوند 75 سنتايل. حقيقه انا مش بحب السبيشال كيرفز بتاعت التيرنر لان المفروض ان احنا بندي الايه الفرصه بتاعتهم. لو انا مشيت على السبيشال كيرفز بتاعت التيرنر دي هدايما هخليهم على الناحيه القليله. نرجع تاني ان البون ايج بتاعنا 13 ييرز والهايت بتاعه ماينس 3 ستاندرد ديفيشن. المفروض لو انا هبتدي دراج اللي هو اللي حضر عفريت تصرفه هبتدي ازاي وهوقفه ازاي وهمشي فيه خلاله ازاي. انا عشان انيشيت المفروض الصح ان انا ديتكت القصه من بدري من اول من 3 ل 4 سنين وابتدي جروس هرمون، والمفروض سبيتر قبل 12 ل 13 سنه علشان يديني الهايت بتاعي كويس. الدوز دايما الدوز بتبقى هاي دوز لان زي ما دكتوره غاده قالت اتس وان اوف ذا شوكس. طيب اب تو ممكن اوصل من 45 ل 50 مايك اب تو 68 مايك ودي دوز عاليه جدا. طيب انا هتابعها ازاي؟ عشان اتابعها طبعا بتابع بالفولو اب بتاعي وبتابع بالاي جي اف 1 الستاندرد ديفيشن. اتس بيتر ان هو يبقى اراوند 2
لكن لما بيعلى عن 3 يبقى معناها ان انا لازم اقلل الايه؟ اقلل الدوز بتاعتي. في بعض الكلام بيقول ان انا ممكن استخدم اوكساندرولون، هي مش موجود في مصر اصلا، ده ويك اندروجين من ضمن الحاجات اللي ممكن بتحسن لي الهايت شويه. في الجايد لاينز مكتوب ان انا ممكن ابتديه على 10 سنين، وخصوصا لو انا سسبكتد ان الهايت بتاعي مش هيبقى كويس، ولو ان الاوكساندرولون له شويه سايد افكت منها ان الفيمينايزيشن بتاعت الفيميل ما بتبقاش معايا كويسه بعد كده. وين تو ستوب؟ العادي بتاعنا هنستوب امتى؟ عن طريق الجراس فيلوستي بتاعتي انها قلت، اقل من 2 سنتي في السنه، او البون ايج بتاعي وصل خلاص ب 14 سنه، ده عشان هي فيميل، او الهايت بتاعي وصل للاوبتيمال اللي انا عايزاه. طيب نيجي للنقطه الثانيه المهمه اللي هو الاندكشن اوف بيبرتي. احنا عشان ننديوس بيبرتي عندنا استروجين وعندنا بروجسترون، برضو هنبتدي الاستروجين ازاي، وين تو ستارت، والدوز بتاعته ايه، وانهي بريباريشن المفروض ان انا استخدمها، وين تو اد البروجسترون. اكوردنج تو ذا جايد لاينز المفروض ان احنا بنمشي دايما برول كده اللي هو ستارت لو اند جو سلو، ببتدي بجرعه قليله وامشي وعلى بيها جرادولي. الفتره اللي انا بمشي عليها اب تو من 2 تو 3 ييرز المفروض ان انا ابتديها امتى؟ كانوا زمان بيقولوا ان انا ممكن اعمل برايمنج بدري، دلوقتي جايد لاينز قالت لا ات از نوت ريكومندد، وان انا لما ببتدي من اول سن 11 ل 12 سنه، وببتدي اعلى بعد كده بالدوز بتاعتي. امتى دخل بروجسترون؟ بروجسترون بدخله في حل حاجه من الاثنين، يا اما حصل بريك ثرو بليدنج لازم ابتدي بروجسترون، او ان انا عديت سنتين وانا ماشيه بس على استروجين الون. طيب ايه البريباريشنز بقى بتاعتنا وايه الدوزز بتاعتنا؟ اكشوالي احنا عندنا دي اول واحده اللي هي في البريتش سوسايتي، كانوا عاملين لموا كل البريباريشنز اللي كانت قدامهم ساعتها، بس مش بتاعتنا. هنيجي بقى للحته بتاعتنا، وبدين بالظبط امتى ابتدي وامتى فولو وهاو تو اسكاليت الدوز، ودي كانت من الحاجات الجايد الكويسه جدا. وزي ما احنا شايفين ان اكتر حاجه فيسيولوجيكال هو 17 بيتا استراديول، تمام كده. في مصر موجود كم نوع؟ في مصر عندنا نوع اللي هو الديبو اللي بيتاخد كل شهر، تمام، وده بيتاخد انجكشن، والنوع الثاني اللي هو موجود زي في السايكلوبروجينوفا اللي هي الحاجات الاورال كونتراسيبتيفز، بس مشكلته ان هو 2 مللي جرام الدوز بتاعته، فدوز كبيره محتاجه ان انا علشان نظبطها محتاجه حد يعني بريباريشن مع الصيدلي يعني علشان نقدر ان احنا نكسرها، لان انا محتاجه منها ابتدي بربع قرص، وده صعب جدا مع الكوتيت في التابلتس. طيب الكلينيكال براكتس جايد لاينز دي يعني نصفتنا شويه، واول مره حد يجيب سيره الديبو، هو ليه ما جابوش قبل كده؟ لان هو اصلا مش موجود في يوروب، والاجمل من كده ان ده قالوا ان ده الموست فيسيولوجيكال، وان ده احسن حاجه احنا ممكن نستخدمها، فالحمد لله عندنا احسن حاجه اهو مش موجود عند حد تاني، تمام كده. ايه النوع اللي موجود عندنا؟ موجود عندنا النوع اللي موجود فلون، بس في حته بقى مهمه كده، الفلون الانبوبه بتاعته هو قصدي الانبول بتاعه هو على بعض 1 مللي في 5 مللي جرام، تمام كده، 1 مللي في 5 مللي جرام. يبقى انا علشان ابتدي الدوز بتاعتي هبتدي الدوز قد ايه؟ فيري لو دوز، انا ببتدي من 0. زي ما هو مكتوب 0.2 مللي جرام، يعني المفروض ابتدي بقد ايه؟ شرطتين. يعني انا لو خدتها في سرنجه انسولين، الشرطه الواحده بسرنجه انسولين لو انا اعتبرتها وحده دي ب 0.05، تمام، فانا عايزه ابتدي على 0.2، يعني معنى كده محتاجه ايه؟ 4 شرط. وسرنجات الانسولين بتاعتنا التيتريشن بتاعها الشرطه بشرطتين، يعني المفروض ان انا هبتدي بشرطتين بس مش اكتر من كده علشان بس الدوز. ولما هعلى، هل لما اوصل لحد الاخر هديله الامبول كله؟ لا، لان اقصى جرعه عندي قد ايه؟ 2 مللي جرام. 2 مللي جرام يعني ايه؟ 40 وحده بسرنجه الانسولين. ودي حاجه مهمه جدا، لان لازم اكون عارفه انا ايه اللي بحضره وبايه اللي بديه للبيشنت اللي قدامي علشان اخد جود فيمينايزيشن، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه سايد افكت معايا. باك تو اور كيس، الجروس هرمون، هي البنوته دي كانت حوالي يعني البون ايج بتاعها كان 13 ونص سنه، بس هي مشكلتها انها كانت طلعت من المدرسه فهي مش كفرد بالتامين، وهي ما عرفتش تجيب جروس هرمون، وللاسف ما ابتديناش معاها جروس هرمون، وما قدرناش نزق عليها قوي لان احنا عارفين الاوت كام بتاعه مش هيبقى حلو،
يعني انها تروح تستلف وتجيب وكده يعني. الاستروجين ريبليسمنت ثيرابي ابتدينا بالفلون، والبنت اصلا يعني ماشيه، كانت ماشيه كويسه، والبريك ثرو بليدنج حصل بعد حوالي على حوالي 18 ل 20 شهر يعني. ودخلنا بعد كده دخلنا على طول بروجسترون. ايه المانجمنت تشالنجز الثانيه؟ عندنا الكارديو فاسكولار ايشو، اتس فيري امبورتنت از ويل از الكوموربيد كونديشنز، بس اهمهم الكارديو فاسكولار لانه بيدخل معايا في كذا ايه، في كذا ديسيجن ميكنج بعد كده. الكارديو فاسكولار احنا بنعمل ايكو عادي ولقيناه نورمال، هل ده انف؟ خلاص البيشنت انا عملت لها وانا من الاول قايسه لها البلاد بريشر ابر ليمب ولور ليمب وما فيهاش حاجه، ده انف؟ لا. اكشوالي الجايد لاينز دي عامله فولو اب هاو تو فولو ذا بيشنت، تمام؟ المفروض ان انا بعمل اما ترانس ثوراسيك ايكو او ممكن يعني هو حتى بيقول لو مره نعمل لهم اللي هو الكاردياك ام ار اي. مهم جدا ان انا ابص على السايز بتاع الاورتا، في جايد لاينز لقبل 16 سنه وفي جايد لاينز من بعد 16 سنه والادلت، مهم قوي اللي بيميز ما بينهم هل هي عندها هايبرتنشن ولا لا، في بايكاسبت اورتيك فالف ولا لا معها كو اركتيشن اوف ذا اورتا، الاذر كوموربيد كونديشنز دي اللي قدامنا المفروض ان هي ادا دايجنوزس، بعمل لها شويه لاب ان انا اطمن ذا سكريننج، وبعد كده افتر الدايجنوزس في التشايلد هود اند ذن في الادلت هود. فانا البيشنت دي مش بس مجرد ان انا دايجنوز دلوقتي وهي كويسه اسيبها، انا متوقعه وسسبكتد ولازم ابقى انتسيبيتد لاي حاجه ممكن تحصل. هي حقيقي البنت ما كانش عندها اي حاجه، كل اللاب بتاعها كان كويس ات ذا مومنت اوف دايجنوزس. ودي برضو في حاجة اللي هي الأدلت كير ريكومنديشنز، ودي الفلو شارت اللي هو حتى زي ما احنا شايفين البرايمري كير والأدلت اندوكراين لأن ده بتاع الأدلت كير ريكومنديشن، الجاينكولوجيست بيعمل إيه، الكارديولوجيست and the others، كل واحد له الخانة بتاعته اللي هيسجل فيها الكومنتس بتاعته. خلصنا؟ لا، لسه عندنا في مشكلة تانية، والمشكلتين مرتبطين ببعض اللي هي السايكوسوشيال and the fertility and pregnancy issues. السايكوسوشيال الحقيقه احنا عندنا شويه حاجات، اول حاجه ان البيشنت بتاعتنا ممكن يكون معها نيورو كوجنيتيف فانكشن اللي هي شويه في الاستيعاب بتاعها، وخصوصا اكتر حاجه اللي هي الماثماتكس، وهي البنت اصلا ما كملتش دراسه البنوته دي فعشان كده ما كانتش كفر بالتامين الصحي. الحاجه الثانيه هي دايما حاسه انها مش زي البنات اللي في سنها، دي حاجه. في مشكله اهم من كده اللي هي الفاميلي كوبينج، لان الفاميلي دايناميك والفاميلي كوبينج ده مهم علشان اقدر ان انا اعدي بالبيشنت بتاع البر الامان اصلا. يعني لو ما فيش اي انتراكشن من الاهل ودايما حاسين بالمشكله، وكانت مشكله الاهل عندهم هي مشكله اساسيه وهي اللي جابتهم البنت ما جالهاش بيبرتي، دي مشكله لان احنا دي مشاكل عندنا في مصر، الولاد يجيبوهم دايما عشان خاطر الطول، البنات علشان خاطر لسه ما دخلتش في البيبرتي بعد وقت طويل، تمام؟ والمشكله الثانيه بتاعتي ان هي المارج وان هي تجت بريجننت وانها تبقى نورمال بعد كده. طيب الايشو اللي هو بتاع الفيرتيليتي والبريجننسي، في مشكله الحقيقه ان في جزء صغير جدا من الناس بتوع تيرنر اللي هم ممكن يبقوا سبونتينيوسلي ان هم يبقوا بريجننت، يعني لان هم ما بيحصلش فيهم اوفريان فيلير عنيف يعني في الاول، بيبقى لسه في ريزيرف للفانكشن شويه. لكن احنا بيبقى عندنا concerns كتير. ايه الconcern بتاعنا؟ الconcern الاولاني ان هو الكارديك كونديشن بتاعت البيشنت والكوموربيد كونديشن، وقدامها شويه ethical and religious consideration. يعني البنات اصلا اللي هي مش هيبقى عندها ovulation خلاص كده ان هي في ovarian failure already streaks gonads، انا دول هعمل معاهم ايه؟ في من بعض الحلول ان انا قبل 12 سنه ان انا اعمل لها اندكشن اوف اوفيليشن واخد اوفا وان انا اعمل لها فروزن. في من ضمن الحاجات السروجيت ماذرز، الحاجات دي كلها اجينست اور كلتشر اند اور ريليجن، فدي يعني كويتشن مارك فلازم تحط انبوت انتو كونسيدريشن يعني. بالاضافه ان انا شك مش هقدر اكومنت قوي على الايه الكواليتي بتاعه الاوفا من اللي انا هاخدها. اند ذا لاست ايشو از ا ترانزيشن تو ادلت كلينيك. حقيقه البيشنت بتاعي لو هو ما عندهوش بلان واضحه، البيشنت ده مش هقدر اطلعه للادلت. العيان بتاعي لازم اوريه بالظبط سكته، لازم اوريه ايه المشاكل اللي عنده والمفروض ان انا هعملها هتعامل معاها ازاي، وده ما بيبقاش الا عن طريق ايه، تيم، مالتي ديسيبلينري تيم. زي ما احنا شايفين a lot of issues موجوده معايا، وكل ايشو المفروض ان هو يعني في حد جزء هيمسكه، مش الاندوكرينولوجيست هيقدر ان هو يلم ده كله. انا ماليش دعوه بالكارديولوجي مثلا يعني.
To sum up, any girl with short stature or absence of spontaneous puberty should have karyotyping, and the Turner diagnosis is almost simple, but the management may be complicated and always challenging, and late intervention affects the gross outcomes, and follow-up while anticipating health problems throughout life is mandatory, as well as the multidisciplinary teamwork is a key with smooth transition into adult life. وزي ما احنا شايفين احيانا بيبقى الطريق واضح واحيانا ما بقاش شايفاه انا همشي فين الا لو معايا رود ماب واضحه ورود ماب اصلا هتيجي منين لازم يكون معايا بلان كويسه تحقق الجول بتاعتي. شكرا خلصت كده.